قررت أدخل حسابي في فورتنايت بعد ما تركته أكثر من 5 سنين. سمعت إنه فورتنايت مرجعين الطور القديم اللي كان فيه تلتد والمدن القديمة والأسلحة القديمة، فقررت أدخل اللعبة وأسترجع شوية ذكريات معها، وبالمرة بحكي لكم كيف بدأت قصتي معها بما إنكم بتحبوا القصص. بس بالأول خلينا نعمل كاسة قهوة. حابب احكي انه القهوه اللي عملتها ما طلعت زاكي، فبدلتها بواحده ثانيه. بدايه القصه ب 2017 لما نزلت ببجي، وحرفيا اعلاناتها كسرت الدنيا، يوتيوب وستريمرز وحتى مواقع الانترنت، لدرجه انه كل الناس سمعوا عنها، الجيمر والمش جيمر، الولد البنت، الصغير الكبير، الوسط الختيار، حتى الحج امي كانت تعرف عنها من نسوان الحاره. بس للاسف مش الكل كان يقدر يلعبها لانه اللعبه كانت بفلوس وسعرها غالي، وكمان كانت كثير ثقيله على البي سي وبدها جهاز كمبيوتر من وكاله ناسا عشان يشغلها. وبهذيك الفتره كان عندي بي سي ابو كلب وقاعد بمشي اموري فيه، معالج اي 3 جيل ثالث و6 جيجا رام وكرت شاشه تعبان وضعيف، بس ما بتذكر اسمه او موديله. وهون للاسف قررت اجرب اللعبه على جهازي، ويا ريتني ما جربتها لانه تحطمت امالي وانكسر خاطري بعدها، لانه بعد ما اخذت حساب صاحب الي اللعبه اشتغلت على جهازي ب9 فريمات. وبعدها قررت اني لازم اعمل تجميعه احدث واقوى، فبدأت اشتغل ساعات اضافي عشان اجمع حق الجهاز جديد. وبنفس السنه نزلت فورتنايت باتل رويال، وعلى عكس ببجي اللعبه كانت ببلاش. هسا فورتنايت نزلت من قبل وما كانت مشهورة، بس الباتل رويال هو اللي شهرها لأنه هالنوع من الألعاب كانت ترند بهذيك الفترة. واكتشفتها بالصدفة، شفتها عند واحد ستريمر وقررت أنزلها لأن على جميع الأحوال ما رح أخسر شيء، فنزلتها واللعبة اشتغلت بسلاسة وفريمات عالية على جهازي التعبان. وبهاي اللحظة حرفيا فورتنايت صارت هوسي، ويمكن تفهم من كلامي إني كنت معرق أو لعيب، بس لا، كنت أنوب واحد بالحياة. وعشان أنبسط كنت أختار كنت أختار وقت ما يكون حدا بالسيرفر اللي هو وقت الصبح. وفي ناس كثير غيري حبوا فورتنايت أكثر من ببجي، والسبب إنه فورتنايت ما فيها تعقيدات ببجي زي قطع الأسلحة مثلا اللي بتخلي لكل سلاح أكثر من قطعة وانت راح تحتار معهم. الناس بلشت تتطور وأنا مش قاعد بتطور أو مفكر حالي ما بتطور، لأنه الكل كان يتطور لعبه بس بنسب مختلفة. وبالنسبة للبنى ما كان إشي أساسي باللعبة، كان إشي جانبي، وكان اللي يبني بس حيط واحد عشان يصد رصاص يعتبر أسطورة. بس بعدها صار الكل مقاولين، وبعدها الناس احترفت الإدت واللي هو إنك تعدل باللي بنيته. بس آخر إشي فورتنايت خربتها وصارت تعمل تعاقدات وتحط أجندات وكل إشي في اللعبة. اتعاونوا مع الكل، ريزيدنت إيفل، مارفل، ترافيس سكوت، محمد حمائي وغيرهم كثير، وهالإشي خلى كثير ناس تبعد عنها. بالنسبة لسكنات كانت أسطورية، بس إنك تحصلها مش إشي سهل، لأنه حتى لو كان معك في بوكس فلازم تعمل مهمات وأشياء كثير عشان تقدر تشتريها، وأنا أصلاً كنت مفلس وما كنت أشتري سكنات، وما كان هالإشي فارق معي كثير. طبعاً اللي لحقوا اللعبة من الأول عارفين إنه ما كان في قصة للعبة، يعني باتل رويال وخلص، بس إيبك جيمز لزقوا قصة للعبة وفرضوها على الناس، وتأليف هاي القصة بدأ بالموسم الثالث. وبصراحة كنت لازلت بشوفها أغرب قصة لعبة مرت علي بحياتي، قصة عبيطة ما إلها فايدة وما حدا مهتم لها أساسا، يعني باتل رويال ليش حاطت لي قصة؟ المهم إن اليوم رح أجرب اللعبة بعد انقطاع أكثر من 5 سنين، 5 سنين، 5 سنين وشوي، مش متأكد بالضبط قديش، فما تتوقع مني لعب أو إيم أو بنا أو أي مستوى حلو. المهم هسا خلينا نشيك على السكنات، بس لا تتوقعوا سكنات أسطورية لأني أصلاً كنت طفران. هاي لارا كروفت، ننزل تحت على الآخر سيزون الأول، هاي الحرامية من السيزون الثاني، سيزون ثالث. في كثير سكنات سيزون ثالث، في هذا سكن كان يرعبني، كنت لما أشوفه خلاص أتجمد مكاني، هذا كمان كان يخوف، كان أسطوري هذا زمان. في سكن التخفي كنت شاري عشان تخبى فيه. في سكنات ما بتذكر اني اشتريتها، بس الحساب كان مع صاحبي فاكيد هو اشتراها. هاي لارا كروفت، في عندك فينوم، ابشع سكن، تخيل تلعب بفينوم. خلينا نرجع للارا احسن اشي، نشوف البيكاكسات. طبعا بيكاكس الجولف كان اكثر سكن مشهور، كان ترند وقتها، واي حدا بيلعب اللعبة من زمان راح تلاقيه موجود عنده. خلينا على بيكاكس الجولف. يا الله يا النغمة القديمة بتحرك مشاعرك. وهسا صار لازم نجرب الريلود اللي هو الطول القديم، نحط سولو، طلع ما في سولو، خلاص بنخليها دو. نحن متذكر اصلا الازرار. هاي شتقن الشحن، بنسف نسف،
خلينا ننزل تلتت احسن. اللي معي ليفلو 14 المفروض انه بعرف يلعب، المفروض يعني. الله يسترها معنا. بس ومن الاشياء الغبيه اللي كنت اعملها عشان العب فورتنايت واستمتع هو انه اتاخر على دوامي او اطلع حج اسطوريه عشان اخذ اجازه، وبصراحه كل ما بتذكر هاي الاشياء بخف عني. ممتاز. اللي معي وينه؟ مش مبين. ها صاحبي مات. في صوت ناس. يا عمي موت. في حدا نازل علي. انا لازم اهرب. اللي معي وينه؟ اللي معي، اللي معي هاي متجمد هون. ليش متجمد؟ في ناس جايين يخبطوا علينا. ناس وين راح اللي معي؟ انا جايكم جايكم عشان تذبحوني. انا على هاللعب الاحترافي لازم ادخل بطولات، لانه حرام هيك مهارات ما توصل للعالم. وبعد تفكير عميق قررت ابث على تويتش واخلي الناس يدعموني، وراح يدعموني عشان ما اكمل. خلص هاي دعم، بس بالله عليك لا تلعب، عذبتنا. خلينا نجرب كمان جيم، على الله تزبط يعني. بس بالنسبه لفوز انسى، الفوز كثير بعيد. لو ما ضلش حدا بالسيرفر مش راح افوز. خلينا نظبط القاعده. اللي معي ليفلو 18، ان شاء الله يكون بيعرف يلعب. مش منطق اثنين بتيم ما بيعرفوش يلعبوا. يلا روح. هلا وين نزلت؟ اول تلتت. ساكون صيدا سهلا. خلينا اتشجع شوي بس. لا ايه بوت، مش عارف اقتل بوت. في حدا معك؟ يا رب ما يكون في حدا معك. نسلاح بعيد المدى عشان يقتلونا بسرعة. شو والله كلكم بوتات والله. حتى لما اقتل واحد بفرحش لانه عارف انهم بوتات. مين اللي جاي علينا من فوق؟ عبي رصاص. عبي عبي والله غير نتبهدل. وينك يا حيوان؟ وينك؟ طخ كمان مرة اشوف. بدنا فيه يا عمي. ولا رصاصة اجت فيه، ولا رصاصة. في حدا من ورا، في حدا وراي.
طبعا هسه المفروض اني احس حالي لعيب واكلت الماب، بس لو يجي واحد بيعرف يلعب. يا صاحبي وينك انت؟ انت وينك؟ فهمني بس. يا اخي عن جد فيش حدا في الماب؟ فيش حدا في الماب؟ صاحبي يا الله مخبزك. اقتلني وريحني، اقتلني وريحني. بصراحة شايف انه اكمل اعتزال اشرف لي. ان شاء الله كل الفيديو عجبكم. يلا سلام.